وللتعليق على تداعيات مقتل قاسم سليماني في العراق والتقارير التي أوردتها بعض الصحف الأمريكية عن نية إيران الانتقام، ينضم إلينا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات عبر الهاتف من صيدا. أهلا بك معنا السيد القطب. أهلا بكم. أهلا بك سيد القطب. يعني في استعراضها لتداعيات مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قالت فوكس نيوز الأمريكية إن تقارير استخباراتية تشير إلى نية إيران الانتقام لمقتل سليماني. إلى أي مدى تتوقع إقدام إيران على هذا الفعل؟ في الواقع إيران تعيش حالة إرباك حقيقية في السقف العالي الذي رفعته عقب اغتيال قاسم سليماني وتوعدها بالرد، جعلها أمام مسؤولية أمام جمهورها ومؤيديها والأدوات التي تلتحق بالسياسة الإيرانية في المنطقة كالحشد الشعبي وحزب الله وأنصار الله، أصبحوا جميعا مسؤولين عن الرد على مقتل قاسم سليماني، خاصة وأنه كان مسؤولا عنهم وهو يدير شؤونهم ويؤمن لهم التمويل والدعم وإلى ما هنالك. لكن إيران تدرك تماما أن أي إشكال أمني مع الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى حرب مدمرة وستخرج منها إيران خاسرة، وبالتالي معظم البيانات والتصريحات الإيرانية هي متضاربة. منذ يومين صرح السفير الإيراني في بغداد بأن إيران قد ردت بالفعل على مقتل سليماني عندما قامت بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، والخامنئي يقول أن الصفعة التي تلقتها الولايات المتحدة كانت في حجم التشييع المليوني لقاسم سليماني. لكن أمير حسين أمير عبد اللهيان في نفس اليوم قال أن إيران سوف ترد ولكن في الوقت المناسب، ثم صدر تصريح آخر يتحدث عن أن هناك 48 شخصية عالمية ليس فقط أمريكية كلها تورطت في اغتيال سليماني وأن إيران سوف تنتقم منهم وسوف تحاسبهم. إذا هناك إشكالية، هل تدخل إيران في بالرد مباشرة أو من تستخدم أدواتها في المنطقة؟ لذلك من شاهد ومن حضر مقابلة حسن نصر الله على تلفزيون الميادين تبين أن إيران تحاول إلقاء المسؤولية على آخرين، بحيث قال حسن نصر الله أن مسؤولية الرد على مقتل سليماني تقع على عاتق الشعب العراقي والفصائل العراقية، لأنه قتل على أرض العراق وهو كان يدعم المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي وهو السند الأساسي للميليشيات العراقية أو الحشد الشعبي بشكل أوضح في حربها ضد الانتفاضة في العراق وضد داعش لاحقا. فإذا هناك محاولة لإطفاء مسؤولية مسبقة على أن أي رد لا علاقة لإيران به وأن من يتحمل المسؤولية هي فصائل لم تلتزم بالقرار العراقي. أيضا تم تسريب أن زيارة قاآني وهو الذي خلف قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس عندما زار بغداد واجتمع مع قادة الحشد الشعبي، تم تسريب أنه أوصى وأوحى إليهم بل أمرهم بأن لا يقوموا بأي رد على الولايات المتحدة حتى لا تتورط العراق والمنطقة في حرب مدمرة قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني أو الشهر المقبل. إذن إيران تعيش حالة قلق لا تدري كيف تتصرف ونحن على مشارف الذكرى السنوية الأولى للاغتيال. وحسن نصر الله سوف يتحدث هذا الأحد المقبل أي في ذكرى الاغتيال سوف يلقي كلمة أيضا متلفزة، مما يعني أن هناك غليان داخل البيئة المؤيدة لإيران في المنطقة وتنتظر أن تسمع موقفا واضحا سواء من القيادة الإيرانية أو من أدواتها في المنطقة سواء في العراق أو في لبنان. ولكن مشهد الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة أيضا يوحي بأن الولايات المتحدة عازمة وجادة فعلا في الرد مباشرة وبأقصى قوة ممكنة كما يقول القادة الأمريكيون العسكريون على أي استهداف للقوات الأمريكية في المنطقة أو حتى المصالح الأمريكية، وبعضهم قال مصالح أصدقاء أمريكا في المنطقة أو حلفائها. نعم. إذن الواقع خطير جدا والجميع ينتظر ماذا سوف يحدث في الأيام القليلة المقبلة. نعم، يعني بحسب مصادر عسكرية أمريكية فإن واشنطن سجلت تدفقا كبيرا للسلاح من إيران إلى العراق. هل يمكن ربط هذه المعلومات بما نشرته فوكس نيوز أو بما أكدته فوكس نيوز من نية إيران للانتقام من لسليماني؟ هذا ما أشرت إليه أن الرد سوف يكون عبر أدوات إيران في حال وقع هذا الرد، ولكن الولايات المتحدة كانت واضحة أن أي استهداف لقواتها سواء من أدوات إيران أو من إيران مباشرة سوف يتم التعامل معه على أنه استهداف إيراني وبأوامر إيرانية.
ضد المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية. وما قاله نصر الله الأحد الماضي عندما قال أن أصبح بإمكانه أو يمتلك ضعف عدد الصواريخ الدقيقة وأن لديه قوات دفاع جوي الآن، يعني أن إيران فعلا قد ضخت كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة إذا كانت متطورة، ولكنها سوف تؤدي إلى أضرار فعلية بالمصالح الأمريكية وحتى مصالح الشعب العربي في لبنان وسوريا والعراق. إذن إيران تحشد بالفعل، ولكنها تحاول البحث عن وسيلة تقدم لها ردا لكن دون أن تتحمل مسؤولية، ويبدو هذا شبه مستحيل حتى الآن. نعم، إذن حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات كنت ضيفا عبر الهاتف من صيدا، شكرا جزيلا لك.